سجلت 302 ديال الحالات الجديدة، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المسجلة في بلادنا منذ 2 مارس 2020 إلى 18264، أي تجاوزنا اليوم العتبة ديال 18000 حالة، أي بمعدل إصابة تراكمي ديال 50.3 لكل 100000 نسمة. جهة طنجة تطوان الحسيمة 119 حالة، من بينها 110 حالات بمدينة طنجة، 6 حالات بالعرائش، حالتان بالفحص أنجرة، وحالة بالمضيق الفنيدق. جهة الدار البيضاء سطات 83 حالة، من بينها 80 حالة بالدار البيضاء، 2 الحالات بالمحمدية، وحالة واحدة بابن سليمان. جهة مراكش أسفي 44 حالة، من بينها 40 حالة بمراكش، 3 بالحوز، وحالة واحدة بأسفي. جهة فاس مكناس 32 حالة، 24 حالة بفاس، 6 الحالات بمكناس، حالة واحدة بصفرو، وحالة واحدة بتونات. جهة الدخلة واد الذهب 9 حالات، كلها بمدينة الدخلة. جهة الرباط سلا القنيطرة 6 حالات، 3 بالرباط و3 بتمارة. الجهة الشرقية 4 حالات بمدينة وجدة. جهة قلميم واد النون 3 حالات، حالتان بطنطان وحالة بقلميم. وجهة درعة تفيلالت حالتان، حالة بميدلت وحالة بورززات، فيما لم تسجل أي حالة بكل من بني ملال خنيفرة، سوسمسة، والعيون الساقية الحمراء. للأسف الشديد سجلت 7 حالات وفيات بسبب المرض في هذه 24 ساعة الأخيرة، وهذا أكبر عدد وفيات سجلناه منذ 13 أفريل 2020. هذه الحالات 7 وفيات الله يرحمهم جميعا كانوا 5 بمدينة طنجة و2 بمدينة الدار البيضاء. معدل الفتك يساوي 1.6، فعلا هو مازال مستقر، ولكن اللي كنلاحظوا في الايام الاخيره بانه عدد الوفيات بدا كيرتفع. ولله الحمد والشكر تعافى من المرض في هذه 24 ساعه الاخيره 236 شخص مصاب، ليصبح عدد المتعافين في بلادنا 15872، ومعدل التعافي أصبح اليوم يساوي 87%.